التلفزيون العربي. سياسي إسرائيلي بموقع والله إن تل أبيب قدمت للولايات المتحدة مقترحا جديدا معدلا لصفقة التبادل عشية مباحثات رباعية مقررة في العاصمة الإيطالية روما. وأوضح المسؤول لموقع والله أن المقترح الإسرائيلي تضمن نقاطا أضافها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين حذر مسؤول سياسي آخر لصحيفة هارتس من أن تلك النقاط قد تفشل المفاوضات. وأشار المسؤول السياسي للصحيفة إلى أن النقطة التي يصر عليها نتنياهو هي إيجاد منظومة لتفتيش العائدين إلى شمال قطاع غزة من محور نسرين بادعاء منع عودة المسلحين. المسؤول عاد وأوضح للصحيفة أن نتنياهو قد يكون مرنا أكثر إذا ما عرض عليه في لقاء روما آلية أخرى تضمن عدم عودة من تسميهم إسرائيل بالمسلحين. التلفزيون العربي.